الأصفر والأسود من جديد. طارق سلمان طويلة أمامية على طول عند أكرم عفيف، ما بيحبش يحط دماغه كتير أكرم في الحاجات دي، مش بتاع خناقات يعني، فنان كده راقي وجميل. أدي أمامية على طول عند بغداد بنجاح، بغداد بقى الكرة فوق الكرة تحت، بغداد يقاتل ومقاتل شرس الحقيقة. بهاء يا ولد يا ولد يا ولد تصرف كويس. أندري أيو من 12 سنة انطلاقة تاني، أكرم عفيف يا سرعته يا سرعته، لا 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 لا، يقف تاني يا ولد العيب، لسه الكورة يا ولد يا بهاء يا ولد يا بهاء، امتياز يا ولد عشان تاخدها بهذا الشكل بدون فاول أو ضربة جزاء ومن أكرم عفيف، يبقى أنت مدافع عندك حاجات كتير حلوة.